كي اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دابا غادي نخدم معكم جلابه بالخراج. اذا هادو الكمام ديالنا كنخدموهم. اذا هنايا الظهر ديال الثوب، هذا القاده ديال الثوب ديالي البنات الزوج اللي كندير لكم هكا كما كتشوفوا. هذا القفا ديال الثوب. اذا غادي ننتقلوا للمرحله الثانيه باش غادي نلاقيو التصفيفه. اذا غادي نديرو بعد ما عملت الكابلي ديالنا على هذه الطريقه، هذا قلنا هذا هو وقفه ديال الثوب. اذا غادي نشد على هذا الشكل هذا، وغادي نحط التصفيفه ديالي على هذا الشكل من بعد شي 3 سنتيمتر. اذا الكمام ديالي هادو كنخدم السوار. اذا طريقه التصفيفه كتخدم من معلم لمعلم بطريقه مختلفه. كنخدمها بشكل ديال خدمه الطونطيل او الكالون. اذا بارفوا كتقول الماكينه خلقت لي شي مشكل هنايا، انا نعمل لو نيسيسير باش نخدمها مزيان. اذا هذا راه داير بحال الكالون. اذا غادي نخيط اليد الثانيه الكم الثاني. اذا نلاحظوا هذا ما قطعتوش على هذا الشكل هذا. زيد شويه الكاميرا قلت لك فين هذا ما قطعتوش، وهذا رازيتو اللي كتشوفوا هنايا. اذا كنصحكم ما تقطعيه حتى تخيطي هذه الخياطه هذه. لان ملي كترازي ما كتلقاي ما تشدي فيه في الخياطه، وانت كمبتدئه غادي يعني تلقاي مشاكل. بل كنصحك باش ما ترازيش حتى تسالي. اذا مباشره بعد ما ساليت غادي نقطع السفيفه ديالي على هذا الشكل، وندور على هذا الشكل بوانتي هنايا، ندير له الفاي بيان بوان داغي على هذا الشكل ونرجع. انا كنشد الخياطه دابا سيغ لو بور نتاعي. اذا المرحله ديال هنايا هذا قطعته باش نقول لكم اشنو فين. اذا غادي نرجع لهذا باش نرازي هذا، طريقه باش غادي نرازي هذا. اذا غادي نرازيه على هذا الشكل ونرجع نخيطو. اذا نرجع ندير له الكابلي. اذا كنخيط فوق السفيفه. كنتاليك من الجهه الاولى، غادي نعاود الجهه الثانيه. طريقة التعلم كتعترف على طريقة المدرسين، الدراري اللي كيدرسو السفيفة ماشي بحال المعلمين، طريقة ديال التعلم المعلمين. إذا الطريقة كتختلف من معلم لمعلم أو معلمة لمعلمة. اذا غادي نجمع لكم. اذا ندير لكم ديالي هو هذا على هذا الشكل هذا، هذا الخيط السيرجي.
اذا غادي نخيط ندير لون اونسومبلاج للسيفه ديالي على هذا الشكل. حنا ما غاديش نديرو فيها فتحه اذا غادي نخيط حتى لواحد المسافه ديال 3.5 اللي خليت هنايا. اذا حتى لا ماشين ما معوضاش على السيفه، معوضه على الخدمه ديال التالي. هذه دي الثانيه نبدا نفس العدد اللي عندنا في الكم الاول يكون في الكم الثاني. كما تلاحظوا انتم تشوفوا هنايا هذه المسافه خليتها ديال 3.5 اوكي. اذا الكم ديالنا هو هذا، غادي نشدوا الكابلي ديالنا على هذا الشكل هذا. اذا غادي نحل، غادي نخلي هذه المسافه ديال 3.5 اللي خليت هنايا ديال الخرطه، فين غادي نلاقي الخرطه، وغادي نبدا نخيط الكابلي ديالي على هذا الشكل. إذا كنحل الخياطة ديالي على هاد الشكل هذا، كنمشي نخيط. إذا كنخيط الخياطة اللي دوزت دابا اللي جمعت ديال اليدين باش يكون فيها الكابلين. إذا تطوي الثوب على جوج، ولا يعني الخياطة تطويها على جوج هاد التحتانية، ولا تخليها على واحد، هذاك ما عندناش مشكل فيه. بحدي انا غادي والطريق ديالي كتضيق باش نوصل للبوان ديالي. ملي نوصل لهنا نفتحهم هادو بجوج على هاد الشكل هذا، سهل عليا العملية. هيا وندوز الكابلي ديالي، ندير البيض على هذا الشكل هذا، نخلي 3 سنتيم ولا 4 سنتيم، وندير نفس العملية من لامونش الثانية. إذا أنا خدام دابا في الجوز، خدام في الكم الثاني ديالي على هذا الشكل هذا. كنحل الخياطة ديالي على هاد الشكل، و كنمشي مع الخياطة ديالي. إذا غادي نحل هادي على هاد الشكل هذا، هدا لبنة داخل في الفينيسيون، هدا الخياطة عادي اللي غادي ديال الكابلي اللي خليت هنايا ديال الفينيسيون عندي، هانتي وخلي 4 سنتيمتر ديال الكابلي. يلا ننتقلوا للمرحلة الثانية. هادي ديالنا على هاد الشكل، التلميذة بغات الخرطة على هاد الشكل في هاد اللون، وشدينا هادي ومزيانة بصريح ديالنا. إذا هاد البلاصة هي اللي كنا قلنا دخلنا في الدرس ب 3.5 وصافي، ديال 2 سنتيم خياطة من هنا ومن هنايا، غتولي لنا 5 سنتيمتر. إذا غادي نحطو على هاد الشكل ونجيبو هاد العدد اللي كنا قفصنا ديال 3.5 من هنا و 3.5 من هنا، نحطو الميليو مع الميليو ديال هنايا على هاد الشكل، ونشد بليزيبانك ديالي. إذا بنفس الشيء ديال هاد الليل تما، الله يجزيك بخير، نفس الكم هاكدا شديت الميليو ديالي ونقادهم على هاد الشكل، هما هادوك جاوني متولين على هاد الشكل هذا. اذا نفس العمليه غادي نديرها لليد الثانيه. اذا هادي هي الخرطه ديالنا. اذا غادي نعطي لكم الطريقه مخيطه يعني كيفاش تكون هكذا. ها وجه على وجه، اذا ندير كتصوب من الثانيه. اذا هادي ماشي جلابه اللي فصلت النسرين، جلابه اللي فصلت النسرين داتها غادي ديال التلميذه ديالنا في الصناعه، وريناكم كيفاش غادي نديرو الدبي ديالها. اذا هادي هي فين غادي نخيط هنايا، وغادي ندير الكابلي هنايا. اذا شنو غادي نعمل؟
غادي نخيط هذا تحت الابيض على هذا الشكل هذا. شتو كيدير؟ شتو كيدير هنايا؟ عملنا له هكذا وخيطناه، بمعنى كان هكذا، كان هكذا عادي وحليناه هنايا ودرنا له هذا هكذا باش يعطينا هذا الشكل هذا، على هذا الشكل هذا. ها صافي دليل هادي. اذا التلميذ هذا اللي نسالكم هادي نفس الشيء هنايا، نفس الشيء هنايا، هذا وهذا دو بيس عندنا. نمشيو ندوزو في الماكينه وندوزو للقبل. اذا غادي نخيط على هذا الشكل هذا. شكرا لكم نتاعنا. شدوا لي زيبانغ لحقاش هاد المنطقة هي اللي الأخوات باغينها، اللي معايا في اليوتيوب اللي كيتفرجوا في الحلقات ديالي، اللي باغينها. نحيد الزيبانجل ديالي ونرجعو. إذا أنت اللي خيطتي هادي يا ودا؟ الخرطة ديالك. إذا شحال في عمر هاد البنيتة؟ وليد 4 سنين. درتي له مخزنية؟ مزيان فهمت. اذا انا الخرطه انتما شفتوا البنات ديالي راه بداو فيها. اذا مزيان برافو عليك. ملي كنا خدامين حنا وكتسمعوا الماكينه خدامه راه هودا هادي تبارك الله عليها. يلا حنايا غادي نلاقيو هنا البنات، غير هذا مقتطف باش نشوفوا شنو داروا التلميذات. حسن جدا الله يرضي عليك بنتي. غادي ندوز دابا الكابلي البلاصه اللي خيرت تحت الايبات كي دارتو هنا. ها هو نشد الثاني ديالي هاد البلاصة هادي إذا غادي ننتقلو للمرحلة الثانية. الكتف ديالي على هاد الشكل هذا، نجي الثاني ديالو على هاد الشكل. إذا كنخيط الكتف مع الكتف، هادي كلشي عارفها. إذا غادي نجيب الكابلي ديالي باش نلصقو الشكل ديالي على هاد الشكل. بالنسبة ل الكتاب ديالي، على سلامتك. إذا غادي نتايو باش نلاقيو الخراطة ديالنا. لا عطيني داك لاكري البنات، إذا شدي لي الخرطة كما كتشوفوا شاده هاد لافاس كلها فاطمة الزهراء، شديها عفاك باش تبان لهم جلابه وما تكونسونطريش عليها سميتو. اذا عندنا هذا هو الامام ديالنا على هاد الشكل شتو. اذا غادي نشد ونخيط، غادي نجيب هذا هو راس الكم ديالي على هاد الشكل هذا راس الكم. غادي نشد هذا، اذا الخرطه ديالي راهي وحده كما تشوفوا. غادي نشد وغادي نعمل نخيط على هاد الشكل هذا. عطيني سبرينغ للنت فاطمة الزهراء، إلا كانت الكاميرا من الفوق حسن باش يشوفو شنو غادي نعمل. إذا غادي نشد هكدا دلال، استعملي ديك عفاك تمايا لهاد الجهة انتيا. شكرا شاهدتي شاهدتي شكرا. وغادي نخدمو على هاد الشكل هذا. الصورة واضحة البنات. يلا سيري دليل مع هذاك وانا غادي نمشي مع هذا على هذا الشكل. ونفس العملية غادي نديروها كلها. الخرطة ديالنا بدات كتتضح. عطيني زيبين حطيو ما بيناتنا على هذا الشكل هذا. اذا شهر رمضان شهر العبادة والعمل عبادة. فوالا نفس الشيء غادي نديرو الجانب الثاني. ها
شكرا. نفس الشيء نعمله الجانب الثاني. اذا ملي كنشد البنات بحال هكا دابا بالزيبينغل كنخيط من التحت وندور عليها سميتو. ولا درتش لي زيبينغل غادي ندير الخدمه نجي حتى لهنايا راس لكم اللي هما هادو لي زيبول وهذا راس لكم ونخيطها هكدا ونرجع ونخيط من هنايا. الطريقه سهله ديال الدور وزويونه اذا اجنو غادي نعمل هنا غادي نشد ونخيط كامل. اذا وهذا غادي ندير لو كونترير ديالو ما تلصقو بلي زيبينغ غادي ندير الخياطه عاديه غادي نشد لي زيبول ديالي الكتاف ديالي ونحط الخرطه ديالي مع الكومون ديالي الميليو الوسط مع الوسط ونبدا نخيط من هنا. اذا نمشيو نخيطو خيطو مسائل شدينا في ديالنا على هاد الشكل هاد الخرطه راه مازال غادي نناقشوها البنات وغادي نعاودو نناقشوها اذا باش ما نبقاوش هنايا يعني نبقاو نقولو قطعة هادي 7 هادي 8 خصنا كل رقم منين جا واش فهمتوني الاسباب باش الا بغيتي تفصل حتى الدوميه بوبويا تفصل ليها الخرطه باش فهمتيني طرق علمية ما راهيش كاين حالة ما شاء الله. انا غادي نخدم لكم غير خرطة وحدة جهة وحدة الثانية ما غاديش نخدمها لكم باش ما يطولش. يلا البنات حيدو لي زيبين ديالي على هاد الطريقة. إذا هادو هما الخراط ديالنا الحمد لله اللي طلبت لنا التلميذة بأنه غادي يكون لون مختلف على لاخر باش يبان لينا أشنو كنعملو. عيشة إيكوتي موا أوكي واحد كان عندك شي توا بجداد ما عنديش شي حاجه مليحه.
2019 ديال 2019 يعني رمضانية إذا معذرة بلاد كان الخيط ما كيخيط ليش كانت الكانيت خاوت إذن التلصاق ديال الهبابات ديال الأمل ديال السلطة والقب حلقة فرنسا إلى اللقاء حلقة قادمة إن شاء الله وما تنساوش يعني الأيقونة الفوق اللي غادي نعمل ليكم فيها الأيقونة وفي الرابط لتحت في صندوق الوصف غادي تلقاو الدروس كيفاش فصلت الخرطة وكيفاش يعني جميع الدروس ديال الخرطة غادي تلقاوهم في صندوق الوصف لتحت وفي الأيقونة الفوق واحد الأيقونة صغيرة. إذن إلى اللقاء الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله ورمضان مبارك سعيد.